أتحداك يا شيخ. الله من قده، رسائل حب وغرام مع المدام. ها أي مدام يا أبو مدام، أرسل حق المكيفات الاسبريت يجي يركبها. أوف أوف، طب ليه ما تكلمها؟ وش اللي أكلمها؟ البنت خجولة أمها، تقول حساسة. يا أبوي بكرة زواجك وحتشبع سواليف. اللي أنت يا أبوي وين الشلة ده؟ يلا مكتوب في اللوكيشن، 5 دقائق إن شاء الله ونوصل. يا هلا والله ومرحبا. هلا والله ومسهلا. وش الوضع؟ رسم مرجلة ولا فلة؟ إلا فلة ومذرحة. كافو والله، مشينا عيال. الله وش ذا التصبير، يجي بالأدب. أوف 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 أوف، هذه الكيكة لي أنا وتستاهل أكثر. يعطيك العافية. واتركوني لا طيح يا قبلة الله، واتركوني لا طيح يا قبلة الله. أبشرك تمت المهمة. لا لا ما عليك، مو بصاحن إلا بعد بكرة. لا عندي الموضوع. يلا باي. عليكم بالعافية. عاد أنا أخت المعرس، أبغاك تضبطيني. ما شاء الله، ألف مبروك. ابشري يا قلبي، راح أخلي كل العيون عليك اليوم، وما تطلع من القاعة إلا 10 حريم خطبوك لعيالهم. نوف شفتي عامر؟ لا ما شفته، بس أكيد أنه مشغول، هو المعرس. دق عليه دق عليه. دقيت عليه وبوكي دق عليه ما يرد. يما اكيد مشغول، اصبر شوي ويدق عليك، لا تكبرين الموضوع. خليك جاهز يا ام العريس، شوي واخلص من نوف. عامر عامر يا عريس، اسحي جوالك ودق. ايش السالفة؟ شكل زوجتك تدق عليك. قولي عرس عيون.
راسي، شو السالفة؟ أقول أمشي أنت يا أبو مدتك. وين بدأ؟ أمشي، الباب مقفل. طيب دريشة الحين وشلون نروح بدون عامر؟ ابي اطمن على ولدي. يا بنت الحلال لا تشيل هم، نبي نروح ولا تبي يجي.